عملية الحصاد والدرس للموسم 2020-2021، وكذا عملية الحصاد والدرس للتجربة الأولى لنبات السلجم الزيتي اللي عندنا في هذه المزرعة. هذه حوالي 30 هكتار كونتيتي أمبلافي. فيما يخص هذا الكولزا، هذه سي اون بريمير في لوينا دو فمسان، وراه عندنا ان تري بون روندمون، ان روندمون ريكورد كو جو كونسيدير. علاه؟ باسكو ليتينير تكنيك ا ايتي ريسبكتي اي سويفي بار لونسومبل دي انترفونون، ا كومونسي بار لافير بيروت لي تكنيسيان لافير تاع لافير بيروت و ان كوميتي دو في كي ايتي انستالي دون سو سونس بور اكومبانيمون اي بور لو سويفي de l'itinéraire technique, à commencer par le précédent cultural de Huacan Batata. Ça veut dire que le Batata, donc c'est une opération d'assolement et rotation. Donc j'ai un touche Wafir, c'est une première. Elle dit Tate, c'est pour inciter les autres agriculteurs, les autres céréaliculteurs, mitoyennes ou la fille à travers la ville de Tlemcen, pour l'extension de la superficie en matière de la culture tal Kolza. Donc, tout le fil Sénat Tahouili Hadi. ودخل في اطار خريطه الطريق تاع السيد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه وطول البروغرام دو ميسيو البريزون دو ريبوبليك تاع خريطه الطريق تاع 2020-2024. دونك حنا رانا رايحين فان هاد المنتوج، فان هاد لي كولتور هادو تاع اللي دخلوا في اطار الصناعه التحويليه هادو تاع لي برودكسيون اغريكول. هذا من جهه. ليفينمون تروزيام ايفينمون وهو لا كولتور تاع السوريز، القرز. القرز هو بالنسبه لولايه تلمسان هو ماده اوليه. او ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.